الملف حول المتعلق حول رفع رايه غير الرايه الوطنيه، فان المتهمين اللذان تبعا من طرف نيابه الجمهوريه على اساس اقترافهما لجرم منصوص عليه في القانون طبقا للماده 79 وهو المساس بالوحده، المساس بالوحده الوطنيه. والدفاع كان له يعني صوت واحد، وهو ان هذه الوقائع المتابع بها المتهمين ليست جريمه اصلا ولا تشكل اي خطر على الوحده الوطنيه، كون هذه الرايه هي رايه رمزيه تعبر عن الهويه الامازيغيه، وجل هيئه الدفاع يعني التبست البراءه كون ان الركن المادي او المعنوي للجريمه المنصوص عليها في الماده 79 من قانون العقوبات غير ثابته. وعليه يعني بعد الانصراف للمداوله تم النطق بالحكم وتم اطلاق سراح المتهمين بشهرين حبس موقوفة النفاذ.